في جبال إقليم نورستان الوعرة يتجول مقاتلو الحزب الإسلامي بحرية في تحد واضح لقوات التحالف والقوات الأفغانية. هؤلاء مصممون حسب ما يقول قادتهم على مواصلة القتال حتى خروج القوات الأجنبية من مناطقهم. تزامن ذلك مع الإعلان عن مقتل عدد من الجنود الأمريكيين والأفغان في هجوم وصف بأنه الأعنف من نوعه هذا العام. وفي إقليم كونار المجاور أظهرت الصور التي حصلت عليها الجزيرة دمارا كبيرا لاحق بعدد من سيارات نقل الدعم اللوجستي التي كانت في طريقها لقاعدة أسمار الأمريكية حسب مصادر طالبان. الناطق باسم الحزب الإسلامي قال إن جميع الطرق في الإقليمين باتت مغلقة ولم يعد من وسيلة لنقل الإمدادات للقوات الأجنبية سوى الجو. مع مرور كل يوم سنضيق الخناق على القوات الأمريكية، وهؤلاء لم يعودوا يملكون شيئا وليس بمقدورهم فعل أي شيء، وبقي أمامهم الجو لنقل حاجاتهم. أما طرق البر فهي تحت سيطرة المجاهدين برغم كل ما يحشدونه من دبابات وجنود.